لعرفه يصير منشا مدرسه عنوانها واللي خرج كبار رجال الفكر والفن والدين من هون من جبالنا. غصه اللي فيها اقدم دار بكسروان اللي هو مارشال ميطا مقدس اللي احتضن العديد من البطاركه اللي لجأوا اليه، مثلا البطرك الدويل لما تعرض لمضايقات بالشمال توجه 300 خيال من غصتا بقياده ابو نرمه من خازن واحضروه الى هون واستقر بغصتا حتى اعتذر المعتدون عليه ورجع بكرامته الى الوادي المقدس. غصتا فيها مجموعه من الاديره لاهم الرهبانيات والمؤسسات اللي بنفتخر بوجودها ونحن بننتمي لها. غصتا عدت عبر التاريخ رجال دين وسياسه وفن وثقافه، وكان لهم مواقف مشرفه بكل المجالات. بما انه عم ننظم صالون الفنون المرئيه لابد من ذكر داوود القرم اللي هو اول من كان يوقع داوود القرم ارتيست بان، وكان طبيعي بارسال الفن الحديث اللبناني. من هالخلفيه نحن انشانا بغصه بهالصالون بالذات سنه 99 اول صالون للفنون المرئيه، طبعا لاظهار وجه لبنان الثقافي. واستمر هالصالون لعده سنين وتوقف، وسنه الماضيه بالرغم من الظروف الصعبه والقاسيه اللي مرت علينا عملنا صالون، وكان التحدي كبير حتى الفنانين ما كانوا مصدقين رح نعمله ونجح، والسنه بوجودهم رح نرجع ورح نرجع لانه نحن بدنا نثبت للعالم انه لبنان باقي ونحن باقيين هون، وشو ما عملوا ما حدا رح يبقى يقدر يشيلنا من جبلنا ومولدنا، لانه الارض ارضنا وما في سلاح قد ما قوي نقدر يعلى على سلاح الجيش اللبناني. وبهالمناسبه بحب حي الاستاذ انطوان بربيري اللي تفضل وعرض عنا لاول مره تحيه الجيش اللبناني اللي هي منحوته فيها الشروط اللي موجوده هون. هيدي عندها ولها تفاسير كثيره هو بقى يشرح لكم اياها. وهلا بالنهايه بدي باسمي واذا بتسمحوا لي باسم غصتا رحب فيكم كلكم واشكركم، ونحن باسم لجنه وقف نار سمعي لعمود غصتا نستقبلكم بقلوبنا وبضيعتكم وضيعتنا، وان شاء الله كل سنه بنكون سوا. بشكر كل الفنانين اللي رغم الصعوبات اللي واجهوها شاركوا معنا وكانوا عرضوا اعمالهم المبدعه. ما رح طول الكلام، ما تبرزوني هلا، بس بعد ما نسمع نشيد اناشيد نشيد الوطن اللبناني بدنا نقدم تذكارين للفنانين المشهور المشاركين، وعندنا لفتة حلوة لاستاذين فنانين من لبنان عدوا عمرهم وحياتهم وابدعوا بكل المجالات، هن استاذ رمضان برباري واستاذ جوزيف مطر. اللي احبت لجنه الوقت كرمهم بدرع تقديري، ما بعرف نحن اذا عم نكرمهم ولا لازم غيرنا يكرمهم، بس اذا هوديك مقصرين نحن بنحب نسلط الضوء عليهم. اهلا وسهلا فيكم، هلا رح ننشر نشيد الوطن اللبناني
بعد بنبلش بتوزيع التذكره اذا بدك استاذ جوزيف واستاذ امام تقربوا تكونوا بعدين اول المكرمين.